رايك في القرار اللي طلع بنقل الملعب لاستاد برج العرب؟ هو قرار كويس، بس المفروض اصلا يعني انديه تحترم القرارات السياديه سواء كانت امنيه او قرارات الرياضه او كده. يعني المفروض انديه تحترم القرارات عامه بتتقال، مش هي اللي تحدد وتضغط وكده. ده الصح يعني. انا مع القرار طبعا ان هو يتنقل لسبب واحد بس، ان هو برضه ما ينفعش يتلعب في القاهره عشان خاطر الازمه والاحتدام اللي بين الجمهورين طبعا، ولا ينفع تلعب في اسكندريه، ولا ينفع تلعب في حته من المراكز اللي فيها جمهور ممكن يتجمع، جمهور ممكن يروح يقول لك لا انا عايز اتفرج على ماتش. فمع القرار طبعا هو يتلعب في حته بعيده عن الاحتفال. مش عاجبني ان المفروض الاتحاد المصري خلق ان هو يبقى في الجونه، ما ينفعش ان مجلس الوزراء كمان يتدخل في الكوره، ما يصغروش نفسهم لغايه ما يوصلوا نفسهم ان هم يتكلموا في كوره وحاجات مالهاش لازمه. هم بيلعبوا في دوره رمضانيه، جونه لا دي لا وكده. ده لو اتلعب في نادي الجزيره هيتلعب الماتش وخلاص على كده. قرار كويس، بس الصراحه ما كانش ينفع اللي هو الاهلي ما يوافقش في اللعب في الجونه يعني، بس الزمالك وافق وما كانش عنده مشاكل يعني. بس هو الاهلي قاعد يقول بقى الملعب وحش وبتاع، بس الحمد لله يعني القرار كان كويس ولعبوا الماتش داخل. القرار ده يعني كويس وفي مصلحه المباراه، لان ملعب الجونه يعني زي ما انت عارف حر ومش مجهز زي ملعب برج العرب، اكبر ملعب في افريقيا. ويعني طبعا حتى برضو من ناحيه التامين والكلام ده، بس هو طبعا يعني ايه في الاخر احنا هنستفيد، هنشوف ماتش كويس وممتع، ويعني ربي يوفق ان شاء الله. يعني والله انا شايف ان الزمالك ان شاء الله هيكسب، وان القرار ده حلو جدا، وان الزمالك يعني يقدر يكسب على اي ملعب، وان شاء الله يبقى ماتش حلو. لا انا رايي ان هو قرار سليم، عشان الملعب الكوره مش كويس، والنجيله وحشه فيه، والدنيا حر ورطوبه عليها. يعني هو كان قرار كويس، لان ارضيه ملعب الجونه ما كانتش لذيذه، وكانت كلها متخرطه ومعفنه يعني. وملعب برج العرب يعني كويس، كويس بالنسبه لنا كاهلاوي كويس، عشان لو الزملكاوي خسروا هيقعدوا يتلككوا بالملعب بس.